بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في عرض المساء الإخباري من قناة الشروق، والبداية بالعناوين. حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات المشتركة ورفع السودان من قائمة الإرهاب. النائب العام يلتقي وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة للسودان بموجب قرار مجلس الأمن. نهر النيل تعلن سقوط 8 ضحايا جراء انهيارات منازل وسقوط جدران نتيجة للسيول والأمطار التي ضربت الولاية مؤخرا. أهلا بكم. تلقى رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك في حسابه الرسمي على تويتر اليوم الخميس: سعدت اليوم بتلقي مكالمة هاتفية من السيد مايك بومبيو وزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة النقاش حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف حمدوك أن السودان يتطلع للدعم المستمر من الإدارة الأمريكية خلال الفترة الانتقالية. التقى النائب العام مولانا تاج السير على الحبر بمكتبه بالنيابة العامة اليوم الخميس السفير السابق بالأمم المتحدة عمر الشيخ المنسق الوطني للجنة الوطنية لبعثة الأمم المتحدة. يرافقه وفد المقدمة للبعثة الأممية للسودان بموجب قرار مجلس الأمن. وقال النائب العام: إن البعثة هي المعنية بتقديم الدعم والمساندة للحكومة السودانية في هذه المرحلة الانتقالية، ونحن من جانبنا تحدثنا في مسائل كثيرة هي محل اهتمام بالنسبة للنيابة العامة فيما يتعلق بسيادة حكم القانون والمسائل العدلية المختلفة. وأشار إلى أن ما يهم هو يمكن أن تقدمه البعثة فيما يتعلق بعمليات رفع كفاءة وتدريب وكلاء النيابات وتقديم المساعدة للنيابة العامة فيما يتعلق بالجوانب الفنية ومجال فنيات التحريات وخلافه بالسودان. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أحمد أن ما تناولته إحدى المجلات عن اضطهاد الطبقة المسيحية في السودان وأنهم لا يتلقون المساعدات بسبب جائحة كورونا خال تماما من الصحة ولا أساس له. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم رؤساء الطوائف المسيحية بالسودان في إطار المعايدة بعيد الأضحى المبارك. وأكد الوفد أن هذا الإدعاء غير صحيح، وأنهم بعد بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة وقيام الحكومة الانتقالية وجدوا ارتياحا كبيرا في ممارسة شعائرهم التعبدية في حرية تامة. كما تطرق اللقاء إلى إدارة شؤون الكنائس واللائحة الخاصة بذلك، إضافة إلى مسيرة التعليم والمناهج بالسودان. شدد والي جنوب دارفور موسى مهدي علي على ضرورة فرض المساواة والعدالة بين المجتمع دون تمييز عرقي أو حزبي. وقال لدى مخاطبة أهالي منطقة قريضة وتفقده أحوال المتضررين من الأحداث الأخيرة: إن احتياجات أهالي المنطقة خاصة النازحين ستكون من أولويات حكومة الفترة المقبلة، مشيدا بدور القوات النظامية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتأمين القطاع الزراعي بالمنطقة، مضيفا أن عهده سيشهد حسم التفلتات ومحاربة الظواهر السالبة حتى تظل الحرية والديمقراطية والمساواة شعارات المرحلة القادمة. أريد أن أطمئن الأهل إن شاء الله بإذن الله، طالما أنا في هذه الولاية لن يضار مظلوم ولن يضار نازح ولن يظلم نازح إطلاقا، لا على لونه ولا شكله ولا انتمائه السياسي أصلا، لأنه نحن يا جماعة دي حرية، ما في زول بيعقب له زول لانتمائه السياسي، لأنه ده مع حركة مني ولا مع حركة عبد الواحد ولا حركة عدل والمساواة. نحن سودانيين متساويين في الحقوق، أنا حزب أمة وده شويعي وده مؤتمر سوداني وده مني أركون، كلهم نحن متساويين في الحقوق وفي الواجبات، دي حرية. عشان كده نحن ما حنكون كما كان النظام السابق الذي عاقب الناس على انتمائهم السياسي.
تسلم والي الجدارف سليمان علي محمد موسى اليوم الخميس من منسقيات لجان المقاومة بالجدارف تسلم مذكرة شملت رؤية التنسيقيات حول ملف الشهداء والجرحى وتقديم المتورطين لمحاكم العدالة بجانب الاقتصاد ومعاش الناس والمحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي فضلا عن التنمية والخدمات وإزالة التمكين وإصلاح الخدمة المدنية وتشكيل الحكومة. وأكد الوالي أن المذكرة تعبر عن الطموحات والتطلعات التي تنصب في برامج ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق أهدافها مؤكدا السعي لتنفيذ ما ورد بها. قال وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح إن الوزارة ستركز خلال الفترة الانتقالية على وضع السياسات الثقافية والبنى التحتية للمؤسسات الثقافية وإصلاح القوانين الثقافية. وأشار خلال زيارته التفقدية اليوم إلى المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون تقديم تهنئة العيد للعاملين، أشار إلى المساعي التي بدأت في تأهيل البنى التحتية وتوفير البيئة المناسبة للعمل. وأعلن الوزير أن الأسبوع القادم سيشهد بداية العمل في وضع السياسات الخاصة بالثقافة عبر دعوة كل المجموعات الثقافية لتقديم رؤاها حول العمل الثقافي، مبينا أن الثقافة ليست ترفا وأن الدولة تتفهم دور الثقافة في المجتمع. وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة لدراسة تطوير صناعة السينما ودور العرض ودعم الدور الموجود حاليا للعمل الثقافي بالسودان. استقبلت ولاية غرب كردفان واليها الجديد حماد عبد الرحمن صالح وسط مشاركة فاعلة وحضور كبير من مواطني الولاية. وعاهد الوالي عقب تسلمه مهامه واطمئنانه على الوضع الأمني لدى لقائه اللجنة الأمنية بالولاية، عاهد المواطنين على العمل بصدق وإخلاص في خدمة أهل غرب كردفان، مشيرا إلى أن برنامج حكومته للفترة المقبلة سيركز على توفير الخدمات والتنمية وتحقيق الأمن كافة ربوع الولاية، فضلا عن ملفات محاربة الفساد وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. وأكد الوالي أن حكومته ستتشكل من كفاءات تقود الولاية إلى بر الأمان، وأن الرؤية لمستقبل الولاية ستكون واضحة وجلية تصب في نهضة غرب كردفان وتقدمها. أعدكم أن تكون حكومة ولاية غرب كردفان حكومة كفاءات لا حكومة محاصصات، يقودها ذوي علم وقدرات وخبرات يتمعون بالأمانة والنزاهة بعون الله. هذا هو ديدننا وسوف يكون هذا حالنا في اختيار القوي الأمين. ستكون لنا رؤية واضحة وجلية وأهداف محددة ومحكمة ودقيقة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، في نهضة وتنمية الولاية، في الصحة والتعليم والمياه والطرق والكهرباء وكل متطلبات التنمية إن شاء الله تعالى. وفي السياق، بعث ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير بغرب كردفان ضوء البيت محمد شريف برسائل لحكومة الولاية في أن تركز على محاربة الفساد وإزالة التمكين، وحث ممثل الحرية والتغيير لجان المقاومة على ضرورة الانخراط في بناء الدولة وإنزال شعارات الثورة إلى أرض الواقع. المطلب الأول لجماهير الثورة في هذه الولاية هو إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال التي نهبت في كل هذه الولاية والمحليات. الرسالة الثانية إلى لجان المقاومة، إن هو الثورة في وحدتها، وإن خط الثورة هو خط واحد لدعم الحكومة المدنية، وعليكم الانتقال من مربع الثورة إلى مربع بناء الدولة. هذا وقد حظي والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح باستقبال كبير، ورسم من خلاله مواطنو ولاية غرب كردفان بتكويناتهم المختلفة لوحة جميلة وزاهية، عبروا عن دعمهم الكبير للوالي مؤكدين التفافهم حول برامج حكومته للنهوض بالولاية في المجالات المختلفة. هكذا احتفل أهل غرب كردفان بواليهم الجديد، احتفال تجسدت فيه معاني الحرية والسلام والعدالة، وأكد فيه الجميع وقوفهم التام مع والي الولاية وبرنامج حكومته للفترة المقبلة. فالولاية موبوءة بأمراض
قديمة فيها التفلت وفيها المشاكل القبلية وفيها مشاكل الرعاة والمزارعين وفيها مشاكل التنمية، كل هذه القضايا راجعة هذا الوالي الجديد. ونحن كشعب ولاية غرب كردفان هنقف معه عشان ينفذ كل السياسات التي تؤدي إلى استقرار هذه الولاية وتنمية هذه الولاية. وأهم ما لف عندنا له إزالة التمكين، نسأل الله له التوفيق لهذه المهمة، ونحن كلنا سند وعضد لهذا الوالي لتنفيذ هذه المهمة. تفاؤل في أوساط مواطني الولاية بأن القادمة سيكون الأفضل، خاصة وأن غرب كردفان تمتلك مقومات اقتصادية ثرة تحتاج فقط لاستغلال أمثل وتوظيف جيد. جئنا لنقف مع الوالي ونؤيده ونؤازره، ونحن كمكون من مكونات قوى الحرية والتغيير، وبنقول له ونحن جينا من المحلية اللي هي بتمثل شجرة الهشاب وبتمثل الضان الحمري وبتمثل الصادر، فنحن نتعشم فيه كثيرا جدا جدا انه يقدم لنا خدمات. سررنا جدا بالخطاب اللي قدمه وحوى محاور ربما هي تكون الداء الحقيقي لهذه الولايه، ونسال الله له التوفيق في ايجاد العلاج الحقيقي والناجع للخروج وانتشال هذه الولايه لبر الامان. ملفات رسائل بعث بها أهل غرب كردفان في بريد الوالي الجديد، آملين أن تجد الاهتمام من الحكومة المدنية. عندنا ملفات كثيرة زي ملف إزالة التمكين، يعني عندنا عقبات كثيرة فيها ملف إزالة التمكين بالإضافة للتعليم وهيكلته، بالإضافة لطرق عندنا أو طرق الداخلية. بهني ولاية غرب كردفان باستلام الوالي المدني مهامه، وبهنا بنفتح صفحة جديدة، يعني احنا قلبنا صفحة قاسية، قلبنا الصفحة بتاعت مأساة لصفحة جديدة، نتمنى انها تكون صفحة تعم بالخير والفائدة لولاية غرب كردفان. وتبقى الآمال معقودة في أن تمضي الحكومة المدنية ببرامجها نحو تحقيق تطلعات المواطن في العيش الكريم وتوفير الأمن والسلام. ومثل تعيين الولاة المدنيين خطوة متقدمة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، أملا في الوصول إلى سلام شامل وتنمية مستدامة. سعدية أبو البشر الشروق، ولاية غرب كردفان، الفولة. من غرب كردفان إلى النيل الأبيض، حيث أكد واليها إسماعيل وراق التزام حكومته بتنمية الولاية ومكافحة الفساد والترشيد للإنفاق الحكومي والاهتمام بمعاش الناس. وقال وراق خلال مخاطبة حشدا جماهيريا بمباني أمانة الحكومة بمدينة ربك، قال إن حكومته ستركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجانب الوقود والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والاهتمام بخدمات المواطنين وتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. بهذه الأهازيج كانت جماهير ولاية النيل الأبيض تحتفي على طريقتها الخاصة بقدوم واليها الجديد إسماعيل وراق ليقود الولاية في مرحلة مهمة من عمر الفترة الانتقالية في ولاية تعاني منذ سنوات من اختلالات في قطاعاتها المختلفة، مع دعوات البعض بضرورة إصلاح الحال. هذا الوالي المنوط به توفير الخدمات الصحة والتعليم والثروة الحيوانية وفتح المسارات للثروة الحيوانية، ونحن نشيد به ونشيد بقدومه، ونتمنى منه أن يهتم بهذه المطالب التعليم والصحة والثروة الحيوانية وكل ومعاش الناس. فوراق يعد الرابع عشر في سلسلة من تعاقبوا على حكم ولاية تأسست في أواخر النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، لكنه مطالب باستنهاض القطاع الزراعي والصناعي بجانب تفكيك التمكين ومكافحة الفساد، إضافة إلى تحديات توفير السلع الأساسية مع ضرورة كبح جماح الأسعار. عاهدنا نفسنا كتنسيقية للحرية والتغيير بأن نعمل معه جمعا صفا واحدا لاستكمال مراحل الثورة، وبإذن الله حنكون له عونا وعضدا لترسيخ مفاهيم الثورة في الحرية والعدالة، وأيضا حنعمل معه في
الجوانب الاقتصادية عندنا برنامج كامل، وأيضا حنعمل معه في لجنة إزالة التمكين. جاء هؤلاء من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وآخرين احتشدوا هنا يحدقون بعين الترقب والانتظار لحكومة جديدة قد تقدم لهم خدمات في كل شيء. أجزم صادقا أن عزيمة أهل ولايتنا قوية وإرادتهم صلبة، ما يمكننا من العبور بسلام نحو التقدم والنماء. وفيما يتعلق بالفساد، أعاهدكم بضرب أوكاره بقوة. واجتساته من الجذور، خاصة أولئك الذين يتلاعبون بمعاش الناس، الذين يخطفون اللقمة من فم الجائع الفقير، أو الذين يعبثون بأمن المواطن. وما قبلت هذا التكليف إلا نصرة للمظلوم وإرساء لدعائم العدل والحكم الراشد. معاش الناس وأمنهم خط أحمر. ويتطلع هؤلاء إلى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالولاية بجانب تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. وعلى كل حال، قد تبقى الأيام القادمة حبلى لإيجاد معالجات جذرية لكثير من القضايا العاجلة التي باتت تؤرق إنسان هذه الولاية وأحلامه بتغيير حقيقي على مختلف الصعد. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، ربك. تتوقع وحدة الإنذار المبكر هطول أمطار تتراوح معدلاتها ما بين خفيفة والمتوسطة والغزيرة في معظم أنحاء البلاد في اليومين المقبلين. وقال الأخصائي بوحدة الإنذار محمد سيف الدين سعيد في تصريح لسونا، من المتوقع أن تشهد شمال البحر الأحمر في منطقة حلايب وشلاتين أمطار غزيرة اليوم، كذلك ولايات دارفور الكبرى وجنوب وغرب كردفان، فيما تشهد كل من ولاية سنار والنيل الأبيض والجزيرة وجنوب نهر النيل والخرطوم وشمال كردفان أمطار تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة. وتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا الجمعة في كل من ولايات الشرق عموما، وأمطار غزيرة في كل من جنوب ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض وكردفان الكبرى والأجزاء الجنوبية من ولايات دارفور. وتشير التوقعات إلى أمطار خفيفة يوم السبت بعد غد في ولاية نهر النيل والخرطوم وشمال كردفان. أعلنت غرفة الطوارئ والدفاع المدني بولاية نهر النيل سقوط 8 ضحايا بينهم 5 أطفال جراء انهيارات منازل وسقوط جدران نتيجة للسيول والأمطار التي ضربت الولاية مؤخرا. وأعلن مجلس وزراء حكومة الولاية في اجتماعه اليوم بالأمانة العامة للحكومة بالدامر برئاسة الدكتورة آمنة المكي والي نهر النيل، أعلن رفعه حالة الاستعداد والتأهب القصوى لمواجهة أي مخاطر وتداعيات محتملة للخريف، حيث وقف المجلس على تطورات الشأن الصحي العام بالولاية ومستوى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية. وأكد غرفة الطوارئ إعدادها وتنفيذها لخطة محكمة للحد من تداعيات الخريف، معلنة عن استنفارها لقدرات وآليات شركات القطاعين العام والخاص لتأمين المحليات من مخاطر السيول، مع وضع ضوابط مسبقة لحركة العبارات بين ضفتي نهر النيل وعطبرة. تأثير في محلية أبو حمد بنزول خيران أو نزول وادي هيريد أثر في مربعات الجوز والجوز شريق والقلعة وأم عريف، تم سقوط عدد 75 منزل كلي و 261 منزل جزئي. كذلك كان هناك بعض الأمطار في محليات الولاية المختلفة بمناسيب مختلفة، يمكن حصل سقوط منزل في محلية شندي ومنزل في محلية بربر، هناك أصابات في الأنفس، يمكن عندنا وفيات عدد 6، 3 في محلية شندي لإخوة لأسرة واحدة، وعدد 1 في بربر و2 في أبو حمد. يمكن الآن برضو وصلنا بلاغ بسقوط 2 أطفال في محلية بربر. من جانبها وجهت والي نهر النيل أمن المكي بأهمية تحديد الحوجة الفعلية لمراكز العزل بالولاية
بعد الإطمئنان على انخفاض حالات جائحة كورونا، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود بالمحليات بفتح وتطهير المصارف وعمل حمايات للمناطق الضعيفة ومناطق الهشاشة ووضع مخزون استراتيجي من معينات الخريف لمجابهة أي طارئ. تم التوجيه إنه تكون في خطة عاجلة 10 أيام لإزالة النفايات وفتح المصارف بالتعاون بين المحليات، يعني في شح في الكوادر العاملة، العمال في نقص، في شح في المعدات والآليات. قلنا المحليات تتعاون، يعني مثلا متمة وشندي يشتغلوا مع بعض، يفتحوا المصارف، يزيلوا النفايات من الشوارع خلال 10 يوم، ده مبدئيا للخريف. بعد ذاك بتجي الخطة بتاعت انك يكون عندك مخزون إذا حصل لا قدر الله كارثة، اللي هي المشمعات والخيام والمؤن الغذاءات. طبعا دي مسؤولية على الجميع. كشف اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية القضارف عن تأثر أكثر من 1100 أسرة جراء الرياح والأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من الولاية منذ بداية فصل الأمطار، حيث أدى ذلك إلى تضرر أكثر من 360 منزل تضررا كليا و94 منزلا تضررا جزئيا، فيما نفق أكثر من 740 رأس من الماشية ووفاة مواطن. وقال سليمان علي محمد نور والي ولاية القضارف إن توجيهات قد صدرت لوزارة الصحة بضرورة العمل على توفير الأدوية اللازمة لمثل هكذا حوادث، بالإضافة للاهتمام بصحة البيئة. كما تم توجيه وزارة البنى التحتية وهيئة الطرق والجسور بالولاية بالعمل الفوري على إسناد المحليات المتأثرة وتلك المتوقع أن تتأثر بالفيضان المحتمل لنهر الرهد، ووجه الوالي بمعالجة جذرية لأوضاع القرى على ضفاف النهر والمجاري المائية، بالإضافة إلى القرى الموجودة على التماس الحدودي مع وضع التعويض المناسب متضمنا الخدمات وسهولة الوصول، مشيرا إلى استنفار كل الطاقات بالولاية من أجل مواجهة التحديات المحتملة والماثلة مع توالي هطول الأمطار بغزارة وارتفاع مناسيب الأنهار. وجهنا في هذا الاجتماع إدارة وزارة الصحة بإعداد خطة لإصحاح البيئة ومعالجة الإشكالات المتعلقة بالخريف وتحضير المبيدات، تجهيز المبيدات لمقابلة الوبائيات المحتملة. أيضا فيما يخص إشكالات الغرة التي تتعرض سنويا لفيضان النهر، وجهنا بمعالجة جذرية ودراسة أمر ترحيل هذه القرى وبعيدا عن النهر وإعداد أماكن مناسبة لسكن الأهالي في تلك القرى، تجنبا لتكرار حوادث الغرق والكوارث، كوارث السيول السنوية. عرضنا متواصل معكم من قناة الشروق، وفيه بعد الفاصل تتابعون. وزارة الثروة الحيوانية تكشف ملابسات إرجاع بواخر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية. أهلا بكم من جديد إلى جولة في أخبار العالم، حيث عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني غير مشروط. وقال خلال زيارته اليوم الخميس لبيروت عقب انفجار ضخم في مرفأ المدينة، قال إن لبنان الذي يعاني من أزمة سيظل يغرق ما لم ينفذ قادته إصلاحات. وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور العاصمة اللبنانية منذ وقوع الانفجار الذي أودى بحياة 145 شخص على الأقل أمس الأول. وقال ماكرون إنه يرغب في إطلاع بعض الشخصيات السياسية على حقائق مؤلمة عن الوضع الداخلي. قال البنك الدولي أمس إنه مستعد لتقديم الأضرار والاحتياجات في لبنان بعد الانفجار المدمر الذي وقع في منطقة ميناء بيروت، وسوف يعمل لحشد التمويل العام والخاص لإعادة الإعمار والتعافي. وأضاف البنك الدولي في بيان له أنه على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة وسبل العيش للمتضررين من هذه الكارثة.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني. وقال جونسون: شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من مشاهد لبنان من بيروت، إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الأسبوع القادم على مسعى أمريكي لتمديد حظر دولي على السلاح لإيران، على الرغم من تحذيرات بعض الدبلوماسيين من أن هذه الخطة تفتقر للتأييد على المجلس. وينتهي حظر السلاح المفروض حاليا على إيران في 18 من أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 15 و2000، والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 18 و2000. ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة تأييد 9 أصوات على الأقل لإجبار روسيا والصين على استخدام حق النقض الفيتو. إلى أخبار الاقتصاد، حيث كشف دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية المكلف عن تصدير 850 ألف رأس من الماشية للمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من إبريل الماضي وحتى الآن عبر 71 باخرة. وأضاف في تصريح لسونا حول ملابسات رجوع بواخر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية: إن من أهم أسباب رجوع الماشية والتي تمثلت في 6 بواخر إضافة إلى ضعف المناعة هي بعض الممارسات السالبة للمصدرين، مشيرا إلى أن الموجود من الماشية في محجر بور سودان الآن بلغ 58 ألف رأس وليس 150 ألف رأس كما تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن المحاجر التي حدثت فيها إشكالات هي القضارف وكسلة نسبة لأنها غير مسورة، بجانب أن البواخر نفسها غير مطابقة للمواصفات، مشيرا إلى نفوق نسبة عالية بلغت 3000 رأس في الأعداد التي رجعت نسبة لانعدام مياه الشرب. كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين دكتور حامد سليمان حامد عن نجاح اختبارات بئر بترول استكشافية بإنتاجية تبلغ 840 برميل في اليوم الواحد بحقل أبو جبرة مربع 17 امتياز شركة شارف. وأكد الوكيل أن هذه الإنتاجية تأتي ضمن خطة وزارة الطاقة والتعدين الرامية إلى زيادة الإنتاج النفطي وتقليل التكاليف لتعظيم العائد الاقتصادي من قطاع النفط، موضحا أن شركة شارف في إطار خطتها في زيادة الإنتاج عملت بالتركيز على حقلي أبو جابر وشارف من خلال حفر عدد 2 بئر استكشافية وعدد 3 آبار تطويرية، بجانب زيادة الإنتاج باستخدام الطرق المحسنة. شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، والذي يعد من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني، وذلك ترقبا لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة والعاملة بوزارة المالية. وجاء ذلك خلال اجتماع بين هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف وجمال عبد المجيد قسم السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة بمقر الجهاز. وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بروح التعاون ما بين كافة مؤسسات الدولة، وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. ختاما لعرض المساء الإخباري من قناة الشروق، إليكم تذكير بالعناوين: حمدوك يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي العلاقات المشتركة ورفع السودان من قائمة الإرهاب. النائب العام يلتقي وفد المقدمة لبعثة الأمم المتحدة للسودان بموجب قرار مجلس الأمن. نهر النيل تعلن سقوط 8 ضحايا جراء انهيارات منازل وسقوط جدران نتيجة للسيول والأمطار التي ضربت الولاية مؤخرا. هكذا انتهى عرض المساء الإخباري، أشكر لكم المتابعة، تحيات فريق العمل وتحياتي، في أمان الله.